طبعا انا هنا عند كرفانه مهجوره ف بوريكم اياها. ايوه واذكر زمانا احمد يبري لي العين. يا رب ما حد يجي يحس من مريضه. اي 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 حر حر حر. شوفوا اتوقع انه اللي هنا ساكن هندي لان ناظروا هنا في كريم. شفتوا في ولاعه قاعد على باب الطياره. المهم ودي ادخل بس اني اخاف اني ابلش والشخص مفتوح. استنوا بسم الله. اي اي اح الارض حاره. اي اي بوشوك هنا في باب. هم الهنود خبر انهم يشتغلون هند. لو سمحتي احد لو سمح احنا عادي اجي ادخل ولا تكون يلعنون. اذكر زمانا ما بايري لي لعل. بخليهم شرع عشان ما يصير لي شيء. بسم الله. واو جاء احد. لا شوفوا هنا ايش مكتوب. شركة ابراهيم عبد الرحمن المانع. ما يسوون بيوت لبا شاصا ما يخلي خوي اقعد كيرم. لبيه هذا وش في قرآن. ما شاء الله في أشياء مكة. رجال وعلوم زينة. حري حري حري. من أمنياتي ترى يكون عندي كرفانة. هنا في كان طير شكله عاد حلوة تصدقون والله مرة حلوة. نظرتك حق أجانب. يما في هوني أحدا بوش تم شي يتحرك ثاو سحلية أنتي. وش سمر والله حلوة. تقنوا قولهم أبيها يعطونني إياه. والله مرة حلوة وغليات كرفانات يعني. أنا أبدا ضبطها هنا بس الله أعرف زمانا ما كل موتر. اطلع مع الشباك قاعد. بسم الله. راح اسكر الباب. بسم الله. والله انه حلوه. يبي تضبيط بس قولوا تضبيطه كله بياخذ حول 100,000. سوينا لكم جولة. بسم الله.